يقارب عشرة ملايين بين نازح ولاجئ ثلاث ملايين لاجئ خرجوا من أوكرانيا وسبع ملايين نازح داخل أوكرانيا يعني انتقلوا من بلد إلى بلد ثلاث ملايين برا ثلاث ملايين عجزوا الأمم الأوروبية المتحدة بكل دولاراتها وعملتها وأغذيتها وضاقت بولندا ذرعا بهم مولدوفا على شفير الإفلاس والانتهاء دول حلف شمال الأطلسي تمدهم بالمال والغذاء فتحت الدول العظمى والكبرى والقوى العظمى مخزونها الاستراتيجي من النفط والغاز المسيل ضاقوا ذرعا بثلاث ملايين لاجئ ثلاث ملايين لاجئ ضاقوا بهم ذرعا ليت شعري إذا بيجوا على الأربعينية 16 17 مليون 20 مليون يسيرون هلب زوار ابو علي هلب زوار ابو علي من اللحم الحي يقطع من لحم ابنائه ليطعم الزوار لا نجد امراه تهان ولا نجد رجلا يجوع او يعطش ولا نجد قدما تتعب شمولية كاملة تبدأ من الوضوء والصلاة والطعام والشراب والتدليل تدلل يدللهم الحسين ولا من دولة تساعد جهد خاص اللي عنده بقرة قد يذبحها لا يملك غيرها لكنك ان زرته في العام المقبل تجد قطيعا من الابقار مو من الحسين لا من بعض رشحات عابس ابن شبيب الشاكري من بعض رشحات حبيب بن مظاهر صاحب قيد الحسين سجلات تبدأ بالسماء تكتبها بماء النور على خدود الحور تعالوا تعلموا كيف تكون الضيافة وكيف يمكن أن نلجأ إلى أبي عبد الله ماشينا على أقدامنا لنصل بعزة وكرامة حتى إذا دخلنا المدن النظيفة أصبح واحدنا كله جبين يتسامى بالحسين والعباس